أذبوني بعيد هذا مكان يا بكره. هسان لا متزوج لا هاي، ابيع البيت واسافر وعلاوي وابو تريكه ذبهم بالشارع وهم يحرون بمرهم. علاوي ابو تريكه ما عمو اسمع علاوي اسمع ابو تريكه، البيت راح ابيعه وراح اسافر، راح يجي الدلال وياخذ البيت. هاي ملابسكم ومشط العوض. احنا وين نروح؟ شو عم ايش اسوي بيكم؟ ابوكم ما توعفكم الا على قلبي، روحوا وحيروا بزمان. وين نروح؟ شو وين توجهنا؟ عمي طلع برا مبتلي بيكم انا، يلا يلا. وينك يا علي يا حاضر يا يتامى؟ احضر لنا لا عندنا عايل ولا معي. طيب عليك يلا عزي سبع يلا. عمو مرخصتك عمو. اه عمو حبيبي ايش رايك؟ طلنا فلوس خلينا نلعب. منين اهلكم شنو ما يعطيكم فلوس؟ منين جاي؟ يا يتامى وعمو طلعت من البيت. يا يتامى. جيبوا هدومكم يلا تعالوا وياي. عمو انت شو اسمك؟ عم تريك. وانت عمو؟ علاو. راح اشغلكم اي ولد صاحبي هنا، هذا خوش ولد خوش. يلا تعالوا. السلام عليكم ابو الليل. شوفوا الفلك ابو الليل، بفات الامام على طاردين الايتام، كان في الايتام على النبي طالب، واليوم مفاته وطاردين دول الايتام. حبيبي عليكم السلام، سلام الله عليك يا امير المؤمنين. اوف يا ابوي شنو المطلوب من ابو محمد؟ قول وانا خادم الليل. ادري بك معدل واحتنيتك وذول اللي تعبت ورقبتك الشغله مو يلا. انا اشكرك علاوي وبارك الله بك والله يوفقك، وذول اثنيناتهم اخليهم بعيوني يحملون المحل ويرحون. سافا وعلي راح يا دنيا بخضار. بويا حمودي شعراوي واركب بويا تعالوا لي. اقول لك محمد ابونا هواي تعبنا هواي الشكي، ليش ما نذبون خلص من يمه؟ انت تجي تشوف ايش هذا احنا نشتغل له جيراننا. ها يا ابي باراني حضور الدكتور شنو شبيه ما بيه كبرت كم سويت كم زلمه ايش عفتوني؟ ليش ايش بويا شعراوي حمود بويا لا تعفوني. يلا قوم 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 بويا الدكتور قوم 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 ابو تريكه تعال خوي. ها علاوي اخوي. ابو تريكه اخوي هذا اليوم يذكرك بشي؟ لا علاوي بمن يذكرك؟ اقول ابو تريكه هذا اليوم ما يذكرك بشي، هذا اليوم وفات امير المؤمنين علي بن ابي طالب، وبنفس اليوم وفاته عمنا طردنا من البيت. اسمع علاوي اسمع ابو تريكه، البيت راح ابيعه وراح اسافر، والزلمه ساعدنا وجابانا هذا المكان، قال لنا من تكبرون والله يوفقكم صيروا خدام لاهل البيت. والله اخوي ذكرتني وخلنا نروح نخدم بالموكب. يلا اخوي ويا مو طريق المستشفى وين مودينا ويا احنا ما خليناك نعالجك، احنا خليناك نذبك ونخلص من يمك. اي ابوي راح تذبوني يا هاي الدنيا ابوي اذا ذبيتوني الجهاز كمان يذبونك ابوي اذبوني بعيد هذا مكان يا ابوي. تريكي احلى من هاي الخدمه اخوي خصوصا بهذا اليوم المبارك ايام طفولتنا تذكر الموقف اللي صار فينا هناك وكنا فلوس نلعب هاي المنتزه. هذا الزلمه وجهه مو غريب علي. والله صحيح انا هم ما ادري وين اشوف بيها اروح. وين شايفه؟ وين شايفه؟ الله يساعدك حجي. شلونك ابوي؟ شلون صحتك؟ قول محتاج شيء اقدر اساعدك بشيء؟ والله ابوي ولدي ذبوني هنا وعافوني بالسكان شان مقطع قلبي. تقوم هذا موكبنا غريب وقوم اقعد يمني. قوم اعتبرني مثل ابنك انا ان شاء الله. تريكه هذا الرجال عرفته؟ لا علاوي منين؟ تريكه هذا الرجال ساعدنا بيوم عنا شحتنا من البيت، هو اللي وصلنا لهي المكانه، هو قال لنا لا تعبون هاي الخدمه. انت ابو تريكه وعلاوي؟ اي عم ابو تريكه وعلاوي، عم تشوف انت صاير وانت طردوه من البيت مثل ما عمنا طردنا.